هنتكلم على الاسندنج تراكتس، التراكتس اللي شايله كونشيوس سنسيشن. احنا خلصنا لاترال والفنترال سبينوسالاميك، خلصنا الجراسيل والكونيت، دخلنا دلوقتي على الدورسال اند فنترال سبينو سيربيلر تراكتس. هذه التراكتس اللي شايله بروبريوسبتيف سنسيشن، هنبتدي اولا ب الفنترال او اللي بيقولوا عليها اندايركت سباينو سيربيلر تراك. دي نوع من الاسندنج تراكتس شايله بروبروسبتيف سنسيشن. نفكر البروبروسبتيف سنسيشن هو نوع من انواع الكونشس سنسيشن، وكان بيشمل الفاين تاتش والديب تاتش، البريشر والفايبريشن، والسنس اوف بوزيشن ان سبيس، احساس بوضع جسمي وانا في الهواء. طيب، في قواعد عامه هنتفق عليها، ان معنى كلمه تراكت ان دي بندلز اوف نيرف فايبرز ماشيه نفس الكورس، يعني نفس الباسوي، وبتادي نفس الفانكشن. فعلى هذا الاساس الفنترال سباينو سيربيلر تراكت دي عبارة عن bundles of nerve fibers ماشية في السي ان اس، وتتكون من عدد كبير من النيرف فايبرز شايل البروبريوسبتيف سنسيشن. يبقى وظيفتها شايلة تراكت، شايلة البروبريوسبتيف سنسيشن منين؟ من الريسبتور سايتس اللي موجود في اللور لمب، دي الاندايركت او الفنترال سباينو سيربيلر تراكت. الريسبتور سايتس بالنسبه للبروبروسبتيف سنسيشن كان ديب، موجود في المسلز، في التندونز، في الليجمنتس، في الفاشيا، في الجوينتس. من اللور بارت اوف ذا بودي في اللور لمب، هذا السنسيشن كان ماشي اللي بتنقله للسيربروم التراكت اللي اسمها فنترال سبين سيربيلر. تعالوا نشوف الباسوي بتاعها، هنرسم الخريطه بتاعتنا. السباينال كورد الشهير بالجري مطر اللي شكلها شكل حرف الاتش، والهواية مطر اللي محوطاه. فوق السباينال كورد هنجد المضلة أوبلونجاتا، فوق المضلة هنجد البونس، والكافيتي هنا يبتدي يوسع، بدل ما كان سنترال كانال في المضلة في اللور مضلة، بقى في الأبر مضلة، وفي البونس بقى فورس فنتريكل. وفوق من البونس هنجد الميد برين. الميد برين، كل من الميد برين والبونس والبرين ستيم بيكونوا البرين ستيم، وكان الثلاثه بارتس من البرين ستيم سواء كان الميد برين او البونس او المضله كانوا معلقين، كانوا مثبتين السيربيلم بحاجه اكبر من التراكت. الاكبر من التراكت هي المنسكس، والاكبر من المنسكس هي البدانكل، فكان في ثلاثه بدانكلز مثبتين معلقين السيربيلم في مكان ورا البرينستيم. فكان الميد برين رابط من خلفه السيربيلم ببدانكل اسمها سوبيريور سيربيلر بدانكل، كانت معلقه البرينستيم، معلقه السيربيلم في الابر بارت اوف ذا برينستيم اللي هو الميد برين. طيب، احنا قلنا ان التراكت دي بتتكون من عدة نيورونز، ممكن يكونوا احنا خدنا في التراكت اللي فاتوا كان 3 نيورونز. التراكت في بتاعتنا هنا ديت الى الفنترال سبينال سيربيلر تراكت هنشوفها بتتكون من كام نيورون. كل نيورون كان عبارة عن حتتين اتنين، سيل بودي وسيل بروسس. طيب تعالوا نشوف الايه اول جزء من الفنترال سبينال سيربيلر تراكت اللي هو الفيرست اوردر نيورون. هتبتدي منين؟ هيبتدي من عند الريسبتور سايت، والريسبتور سايت اللي كان موجود ديبلي زي ما احنا قلنا في المسلز والتندونز والفاشيا والليجامنتس والجوينتس. اول نيورون هيتكون من حتتين، سيل بودي، والسيل بودي هو السيلز اللي موجوده في الدورسال روت جانجليون، والسيل بروسس. السيل بروسس كان مكون من جزئين، بريفرال بروسس اللي شايل السنسيشن من الريسبتور سايت، والدورسال بروسيس اللي دخل للسبايدال كورد. الفايبرز اللي مكونه التراكت السنترال بروسيس بتاعها هيدخل للسبايدال كورد.
هيدخل للسبينال كورد من خلال مين؟ من خلال الدورسال روت اللي هو السنسوري روت اللي هو البوستيريور روت، وتقف في محطة السكند اوردر نيورون. المحطة بتاعته هي السيلبودي، السيلبودي اللي كان موجود في النيوكلياس دورساليز، النيوكلياس دورساليز اللي هي الكلاركس كولم او الكلاركس نيوكلياس اللي كان موجود في البيز اوف ذا دورسال هورن اوف ذا جري ماتر. كويس، يبقى ده السيل ايه؟ ده السيل بودي بتاع السكند نيورون. طيب السيل بروسيس هيعمل ايه؟ الفايبرز هتمشي كالتالي زي ما احنا شفنا كده. الفايبرز او السيل بروسيس بتاع السكند اوردر نيورون اللي كان السيل بودي بتاعه في النيوكلياس دورساليس، الفايبرز هتعمل كروس تو ذا اوبوزيت سايد وتمشي فين؟ في اللاترال فانيكولاس. اللاترال فانيكولاس اللي هو كان ايه؟ اللي هو كان اللاترال كولم، بس في الموست فينترال بارت اوف ذا لاترال فانيكولاس اوف ذا وايت ماتر، وتطلع لفوق تعدي المضله وتعدي البونس وتصل الى الميد برين. في الميد برين هتعمل انذر كروسنج. يبقى انا كان في عندي اول كروسنج كان في السيم ليفل اوف ذا سيجمنت اوف ذا سباينال كورد، الكروسنج الثاني هيكون فين؟ هيكون في الميد برين، هتعمل كروس تو ذا اوبوزيت سايد وتعدي الناحيه الثانيه توصل للسيربيلم. بس التاكسي اللي خدته من الميد برين لحد السيربيلم هو كان السوبيريور سيربيلر بدانجل، عشان تصل الى السيربيلم اللي موجود في نفس السايد اللي ابتدى منه مين؟ الفيرست اوردر نيورون. يبقى انا عندي اتنين نيورونز مكونه لهذه التراكت. طيب تعالوا نشوف التراكت الثانيه اللي اسمها دورسال سباينو سيربيلر. واضح انها هتمشي نفس الكورس بس مع اختلافات بسيطه. دي الاولانيه كانت فنترال، يبقى دي كانت دورسال يعني قاعده في الباك بتاعها. تعالوا نشوف الكلام. الفانكشن شايله نفس السنسيشن اللي هو البروبريوسبتيف سنسيشن اللي هو ايه؟ اللي هو كان الفاين تاتش واللي هو كان الديب تاتش وكان البريشر سنسيشن وكان الفايبريشن سنسيشن وكان ايه؟ كان السنس اوف بوزيشن. الباسوي هنقول ان هي تراكت، يعني حزمه من النيرف فايبرز ماشيه نفس الكورس وتؤدي نفس الوظيفه. هتبتدي باتنين نيورونز. دلوقتي ادي عندي سباينال كورد، سباينال كورد طلعنا لحد المظله، والمظله اللي هي اللور بارت اوف ذا ايه؟ اوف ذا برين ستيم. احنا برضو باكد تاني بقول ان السيربيلم كان متعلق في البرين ستيم بثلاثه بدانكلز، السوبيريور سيربيلر بدانكل اللي فاتت كانت معلقه في الميد برين، الميدل سيربيلر بدانكل كانت معلقه في البونس، اما الانفيريور سيربيلر بدانكل فكانت معلقه السيربيلم فين؟ في المظله اوبلونجات. افكركم بمعنى كلمه بدانكل، بدانكل هي نيرفس ستراكشر، حزمه او بندل كبيره اكبر حجما من الليمنسكس واكبر حجما من التراكت. يعني النيرف فايبر لما يتجمع مع بعضه يعمل تراكت، والتراكت لما تتجمع مع بعضها تعمل الليمنسكس، والليمنسكاي لما يتجمعوا مع بعض يعملوا البدانكل. يبقى اذا البدانكل هي حزمه الليمنسكاي، والليمنسكاي ديت حزمه تراكتس، والتراكتس ديت حزمه نيرف فايبرز. طيب الخريطه بتاعتي فيها سباينال كورد وفيها مظله وفيها سيربيلا. انا عندي اتنين اوردر نيورونز بيكونوا هذه التراكت اللي اسمها الدورسال سباينو سيربيلر او بيسموها دايركت. واضحه انها دايركت، يعني بالتاكيد الثانيه كانت اندايركت عشان حصل فيها اتنين كروسنج. تعالوا نشوف ديت دايركت. دايركت يعني هتمشي في نفس السايد، يعني مفيش كروسنج، مشيت ازاي التراكتس ديت؟ التراكتس ديت مكونه من اتنين نيورونز، اول نيورون مكون من سول بودي، والسيل بودي هو السيلز اللي موجوده في الدورسال روت جانجليون، اللارج سيلز اللي موجوده في الدورسال روت جانجليون. البريفرال بروسس، البريفرال بروسس اللي هو عباره عن النيرف فايبرز اللي شايله السنسيشن من قبل ما يصل للدورسال للسيلز اوف ذا دورسال روت جانجليون، يعني من الريسبتور سايت للسيلز اوف ذا دورسال روت جانجليون. طيب الريسبتور سايت اللي هو كان فين؟ اللي هو المختص بالبروبروسبتيف سنسيشن، اللي هو كان موجود فين؟ اللي كان ديبلي لوكيتد. ديبلي لوكيتد فين؟ في المسلز والتندونز والفاشيا والليجمنتس والجوينتس.
السنترال بروسيس بتاع الفيرست اوردر نيورون هيعدي من السيلز اوف ذا دورسال روت جانجليون لحد لما يصل لمين؟ لحد لما يصل للسكند او السيل بودي اوف ذا سكند اوردر بروسيس، اللي هو هيدخل للسباينال كورد من خلال الدورسال روت اوف ذا سباينال نيرف ويوصل لمحطه النيورون الثانيه. السكند اوردر نيورون هيبتدي مشواره من عند هذه النقطه بسيل بودي. السيل بودي هو مين؟ هو النيوكلياس دورساليس اللي كانت موجوده فين؟ اللي كانت موجوده في البيز اوف ذا دورسال هورن اوف ذا جراي ماتر. طيب السيل بروسيس هتعمل ايه بقى؟ هتطلع من السيلز اوف ذا نيوكلياس دورساليس وتمشي في السيم سايد. تمشي في السيم سايد اوف ايه؟ تمشي في السيم سايد للمكان اللي جه من الفيرست اوردر نيورون، في نفس السايد اللي كان بدا منه السنسيشن، وتمشي في الهوايت مطر. فين في الهوايت مطر بالتحديد؟ في اللاترال فانيكولاس. فين في اللاترال فانيكولاس دي؟ اسمها دورسال. دورسال لمين؟ للتراكت اللي قدامها اللي اسمها فينترال سباينو سيربيلر. يعني هيمشون فين؟ في اللاترال فانيكولاس اوف ذا جراي مطر بيهايند ذا فينترال سباينو سيربيلر تراكت لحد ما تصل الى المظله. لتصل للمظله اللي هي اللور بارت اوف ذا برين ستيم هتعدي منها على طول بقيه الاكسونز اوف ذا سيل بروسيسز وتصل الى السيربيلم من خلال الانفيريور سيربيلر بدانكل. نلاحظ هنا وصلت للسيربيلم اللي موجود في نفس السايد اللي ابتدى منه مين؟ اللي ابتدى منه السنسيشن. يعني ما عملتش كروسنج للاوبوزيت سايد، لا ده مشيت فين؟ في السيم سايد اللي هو الابسي لاترال هيمي سيربيلر هيمي اسفير. كده خلصنا الاثنين تراكتس بتوعنا اللي هم الدورسال والفنترال سباينو سيربيلر تراكتس اللي كانوا شايلين بروبريوسبتيف سنسيشن اللي كان مختص بالكنترول اوف ماسل تون اند كوردينيشن اوف ماسكولار اكتيفيتي.